على ما قدم. تتواصل مشاهدينا الأعزاء منافسات هذا السباق المحل، هذا السباق وهذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. نصل مع منتصف الأشواط في هذه اللحظات إلى لحظات تسليم الرموز وتكريم الفائزين هنا معنا من قبل سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن. إذن وجل هي من خطفت الشلفة المفتوح، شلفة الحقائق المفتوح مع مطر بن حمد بالعود العامري. إذن هذا هو رئيس اللجنة وأعضائها يستعدون لتكريم الفائزين معنا في ثاني أيام هذا المهرجان السنوي لسباقات لجنة العربية الأصيلة. يصل في هذه اللحظات مطر بن حمد بالعود العامري ومبارك بالعود العامري وأشقائهم لاستلام هذه الشلفة الفضية، شلفة وجل، ويرفع الشلفة مطر عاليا. تهانينا لك يا مطر بن حمد بالعود العامري. أشقائه أيضا يشاركون هذا الاحتفال. شهدنا سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني يكرم عائلة بالعود العامري في مساء هذا اليوم، يكرمها الوجل من حضروا معها في منصة التتويج، ومبارك بالعود العامري الشاعر، مبارك بالعود العامري يتسلم هذا الرمز الغالي. وشهدنا الصور واللقطات التذكارية مع مالك وجل ومضمرها أيضا، وهذا هو بدر بن علي العويسي من قاد وجل، مضمر وجل أيضا يلتقط الصور التذكارية مع رئيس اللجنة. أما الآن يأتي دور مالك شاهين منصور بن عبد الله بن علي العطية، ألف مبروك يا العطية. ومن أبقى الخنجر هنا في ميدان الشحانية هذا هو منصور بن عبد الله العطية وخليفة بن عبد الله العطية. خليفة بن عبد الله العطية يستلم هذا الرمز الغالي، رمز شاهين، ويرفع الرمز عاليا. يستلم هذا الرمز من سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل، وهذا هو منصور بن عبد الله العطية، وهذا هو رمز شاهين الغالي، وأيضا حسن الصعاق كما نشاهد، وبعض الأخوان المرافقين والفرحين وجمهور شاهين في مساء هذا اليوم. إذن خليفة بن علي العطية أو خليفة بن عبد الله العطية ومنصور بن عبد الله بن علي العطية وحسن الصعاد وعدد من الأخوان حضروا أيضا في التتويج والصور التذكارية واللقطات التاريخية التذكارية الجميلة. تهانينا وناموس لجميع الفائزين. ونشاهد الصعاق من أيضا يلتقط اللقطات التذكارية والصور التذكارية مع رئيس اللجنة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني. إذا المشاهدين الأعزاء مجموع أشواط الفترة المسائية الليلة 20 شوط، انقضت 10 أشواط وتخللها هذا التكريم للفائزين، ويتبقى معكم 10 أشواط بإذن الله تعالى ستنطلق بعد ثواني قليلة، والكلمة والميكروفون للزملاء المعلقين بعد قليل.